السلام عليكم، معكم محسن من الترا ستاتيك 100. في هذا الفيديو، هذا غير فيديو ابديت باش نقول لكم شنو جديد في لاشين. اذا بغيت نقول لكم ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه اننا حنا دابا في 4/11/2011، قريب العيد. غادي نقول لكم مبروك العيد. هذه من الحوايج اللي بغيت نقول لكم. الحاجه الجايه هو ان لاباج ديال الترا ستاتيك 100 في فيسبوك هي موجوده. اذا بغيتوا تدخلوا ليها دخلوا ديروا جيم. هذه كانت للناس اللي مثلا ما تدخلوش لاشين ديالهم بزاف في اليوتيوب وبغاو يتبعوا لي فيديو جداد اللي تيتحطوا في لاشين. اذا انا عارف بانكم ما تتحيدوش من الفيسبوك، ماشي مشكل. لذلك انكم غتعاونونا بكليكو على جيم فلسميتو لاباج. حاجه اخرى قلت دابا جوج. الحاجه الثالثه هو ان الدراساتيك ما بقاتش غير الشين ديال شخص واحد، هي ولات دابا تيم بحال قلتي فريق، باش نوصلوا باش نقدروا نوصلوا لكم اكبر عدد ديال التوتوريالات باش تفهموا مزيان، باش يوليو مغاربه من الرائدين في هذا المجال. هذا انا عارف بان تعجبكم هادشي، ولكن تتلقاو صعوبات اما في اللغه ولا في حوايج اخرين. المهم هذا من الاهداف ديال الترا ستاتيك 100. الا بغيتو توليو نتوما في التيم، عندكم قدرات ولا تتعرفوا لشي لوجيسيال مزيان، صيفطوا لي ميساج في فيسبوك ولا في اليوتيوب نيت ونتفقوا من بعد على داكشي اللي من بعد. اذا غنعاود الترا ستاتيك 100 تتبارك لكم العواشر ومبروك العيد. ما تنساوش ابونا وما تنساوش ديروا جيم لاباج في فيسبوك باش تتبعوا معنا. وشكرا على الدعم. كما لاحظوا هنايا 88 ديال لي زابوني، مزيان بالنسبه للشين بحال بدات. تنشكركم بزاف. حاجه اخرى غنزيدها دابا هو ان الليان ديال لاباج ديال فيسبوك غادي يكون في ديسكريبسيون ديال الفيديو. اذا بركوا على الديسكريبسيون تحت، سينو غتمشيو لاشين وغتقلبوا هنا في سيت ويب غتلقاو الفيسبوك. اذا من هنا لشي تقريبا شي شهر ولا شهرين غادي نقدر نلوح سيت ويب. غادي هو واجد عندي ولكن ما صبتش الويب هوستين مزيان. اذا غادي نفتح سيت ويب. من هنا لتما كاينه دابا غير لاباج، دخلوا لاباج في فيسبوك باش تتبعوا معنا. كما قلت لك غتكون في ديسكريبسيون ديال الفيديو. ديسكريبسيون ما عرفتش جبدها، وهي تتكون مثلا تحت الفيديو هنايا، هي تتكون في هذه البلاصه. هذه هي البلاصه ديال الديسكريبسيون. اذا شكرا بزاف، ما تنساوش تابوناو، ما تنساو ديروا جيم لاباج، ومبروك العيد.